جمهور رياضي الكريم، أينما كنتم أسعد الله مساءكم. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم من المدرجات. هذا الأسبوع راح نروحوا للفريق الأكثر شعبية في الجزائر والأنصار نقولوا الأكثر عددا في الوطن. أكيد أنكم تعرفتوا عليهم، جمهور أشناوة هما اللي راح يكونوا أبطال حلقة اليوم. والبداية أكيد أن مدية هذا الموسم كل كان يعلق عليها آمال كبيرة، خاصة بعد عودة النادي إلى شركة سوناطراك شركة الأم، لكن نقولوا تأتي رياح بما لا تشتهي السفن، وأنصار المولودية ما لقاوش هذاك الفريق الكبير اللي كانوا يتمناوه فيه. قبل ذلك راح نشوفوا في هذا التقرير الوضعية اللي عاشها مدية الجزائر هذا الموسم. ريحوا معنا. مولودية الجزائر عملاق يضاهي عمالقة الكرة الإفريقية ويصل إلى مستوى الأهلي والترجي، حلم وأمنية كل جزائري حتى من أنصار الفرق الأخرى، خاصة بعد عودة النادي إلى سوناطراك البقرة الحلوبة التي ضخت 70 مليار في خزينة النادي هذا الموسم. إلى أن الحلم لا يزال بعيداً ومستحيلاً في غياب هيكلة وإرادة لجعل النادي الأخضر والأحمر الأحسن في الجزائر. العميد لا يزال فريقاً عادياً وليس أكثر من نادي. هذا النادي الذي لا يقوى على مفارقة المشاكل والأزمات، إلا أن المصيبة كانت أكبر هذا الموسم رغم توفر كل شيء، والبداية بغياب رجل قادر على قيادة سفينة المولودية إلى بري الأمان، وطليعة الأندية والدلائل موجودة باستقالة عمروش عقب فضيحة الميداليات، وبعده لم يصمد المناجير العام عبد النور كاوا الذي غادر المولودية هربا من الضغط. لتوكل الأمور إلى بوملا الرئيس الطيب الذي لا يستطيع السباحة في مستنقع الكرة الجزائرية العكر، ليتم الاستنجاد بقاسي سعيد الذي لا يزال يتخبط علّه يجد الطريق الأمثل لخدمة المولودية والوصول إلى قلوب أنصارها الذين لا يعترفون إلا بلغة النتائج. ومن الإدارة إلى العارضة الفنية، حيث ترك رحيل جمال منات فراغا رهيبا لم يعوضه المدرب جيجر الذي قاد الفريق إلى الهاوية باعثا الانقسامات والتكتلات في وسط التشكيلة بين المغتربين والقدامى والجدد، وغاب الانضباط عن رفاق القائد بصغير، وأصبحت فضائح والنادي تتصدر صفحات الجرائد وتربص تلمسان، وما حدثت فيه من تجاوزات خير دليل. وليت الأمور توقفت هنا بل امتدت لتصيب قوة المولودية وهجومها، رغم أن المسجلين لم يبخلوا يوما على اللاعبين بدليل مضاعفة رواتبهم ليكون خط هجوم المولودية الأغلى في تاريخ الجزائر بمليار سنتيم شهريا. وهو الذي سجل 4 أهداف فقط في ظل تكفل حشود وأكساس بالأهداف العشر الأخرى، دون الحديث عن أغلى حارس احتياطي في التاريخ يتقاضى 200 مليون سنتيم شهرياً، ميكاييل فابر الذي دخل الأرقام القياسية للكرة الجزائرية وغيرها من أرقام قد تصدم والمشاهد والمناصر. كل هذا يحدث في عهد عودة المولودية إلى سوناطراك، لكن ما لا يدرك هؤلاء أن حب الفريق والتضحية من أجله لا تشترى بالأموال، وما فعل هو الحراش بالمولودية سيبقى خالدا، خاصة أن لقب أسياد العاصمة انتزع من المولودية عقب خسارة الدربيات وقيمتها لدى الشناوة الذين هجروا المدرجات وأدركوا أن الحلم لا يزال بعيدا في انتظار قدوم من يعيد للمولودية هيبتها وتاريخها وأفراحها.
تباتوا معنا في هذا التقرير. كانت هذه هي أهم المشاكل اللي واجهت مولودية الجزائر في بداية هذا الموسم واللي حالت دون أن يحقق انطلاقة مميزة. أكيد أن مولودية الجزائر كانوا يعلقوا عليها آمال كثيرة، خاصة الأنصار توحى حتى نقولوا تسيطر على البطولة الوطنية، خاصة بعد الأسماء الرنانة وحتى الاستقرار اللي كان طغى على تشكيلة في بداية هذا الموسم. لكن نقولوا أن المولودية ما حققتش هذه الانطلاقة اللي كانوا يستناو فيها الأنصار تاعها. الأنصار تاعها اللي زرناهم في ملعب عمر حمادي ببلوغين واستمعنا لهم في ركن اللاعب رقم 12، راح نتعرفوا على أهم المشاكل اللي شوفوها شنو باللي ما خلاتش الفريق تاعهم يحقق انطلاقة جيدة. تابعوا معنا. لي بروبليم اللي كاين في مولودية دوكا هاد العام التسيير دراهم تاع سوناطراك البقرة لحالو باني مدو برك دكتور وراه يجي يقول يقول مبولحي روح سيني في مولودية. انا حنا ولينا سوسيال بروبليم راهو في لا جيستيون. بصح حنا اوني با باش يجي عمر غريب ولا قاسي سعيد، حنا ما يهموناش الاسماوات، يهمونا ولاد مولودية. ميم بور لي جوار هادوما اللي راهم يجوا يقول لك حنايا واحد ما زاد الفلوس راهو سابوطاج، راهو صاري في مولودية 63 ونتبع المولودية. بصح هذا العام بكاتنا اخوهم راهم في التسيير بريميرمون، دوزيامون لي جوار كان دي كلون بيناتهم فهمت، ولي كلون هادي جايين على برا فهمتني، جايين من برا لي كلون. المسيء ان مسيئين ما راهمش على لوتيل في مولودية. 200 مليون جوار الشهر يخلص مع الاخر ما يقدرش ما بيتش مختريكو تاعو، ما راهمش على لوتيل يلعبوا في المولودية. لي جوار ماهمش يحلوا في دراهمهم. ودوك انا نقول حاجه، لي جوار اسكو كي يدخل للدار ويصرف هذوك الدراهم اسكو يصرفهم الاس، باسكو هذه خدمه راهو خالص، راهو خالص الافونس راهو خالص دراهم كبار. بروبليم في لي جوار باسكو علاش لي جوار باردين يخلصوا يدوا دراهم اللي ما يدوهمش واحد اخرين، ما على باليش انا كيفاش اسكو راهو يهنيهم خاطرهم. لا لا يا خويا شوفوا لينا، تشوف الشتاء البرد داب لنا نجوا، حنا نحبوا مولوديا البروبليم تاعنا كي نحبوا مولوديا. وقاسي سعيد، قاسي سعيد على خلاصوا لي ماناجر ندير رفيق صيفي 11 سنه بروفيسيوناليز ندير صيفي هنايا. البروبليم في مسؤولين كسرونا خويا العزيز كسرونا، كنا شاك ماتش نربحوا 3 في 5 جوي ولينا ما نربحوش بولوغين على سيسبونسيون اون غرو. بابوش واش دار؟ ما دار والو بابوش. انا حابين نفهموا هذا قاسي السعيد واش راه يدير في مولوديا يا. ما فهمنا والو يا خو، شبعوا دراهم شبعوا التحواش شبعوا دراهم، ما فهم واحد ما وليد مولوديا من الكارديان وطلع واحد ما وليد المولوديا يا خويا. غير راح شاف مولوديا فتح كابتو ويرا خصنا الصدى هذا ما كان ما كاين هما لي ريكروت ما كان ريكروتو مليح، عندنا الصدى مليح، عند مسؤول عندنا بصح ما مش كما يقول اخويا عاونوا فيهم. هما المشاكل حنا كي كنا العام اللي فات مع عمر غريب كنا ملاح، كنا ملاح مع عمر غريب. العام هذا سوناطراك والدرامي بصح ما كاش، لي جوار ما كاش خونا، مول ديال رامي صابوطو فيها العام هذا خونا، ما كاين والو يا يا كان بروبليم تو لي كلوب ترافيس دي بيريود هكذا ديفيسيل يا با كيو لو مولودي كي ترافيس il faut pas dramatiser la situation. كاع لي كلوب الجيري ترافيس ديك لي بيريود هكذا. ما حنا ما فهمناش ولينا اللور، كاين اللي يقول لك الخلل في المدرب، راح المدرب قال لك الخلل في لي جوار، راح لي جوار قال لك الخلل في المسيرين. المشكل وراه ربي عالم. حبيت نسقسيك حاجه، انا نبوزي لو هاد لا كيستيون، علاش جاب بالعيد وفابر وشكون قال له جيبهم؟ دوكا شكون حابين يجيبوا المولوديه؟ مبولحي علاش حبوا يجيبوه المولوديه وعلاش ضربوا شاوشي؟ ضربوا شاوشي نهار الناس كاع كان دوموندي فيه، ضربوه بعامين خسروه، هم حابين دوكا يجيبوا لنا مبولحي. اما لا نكملوا احنا بالخساره زغدان نكملوا به كارديو وما نجيبوش مبولحي، والله غير بزغدان معليش ما نجيبش مبولحي. بروبليم جيستيونير، لا جيستيون ما كاش، والقلب والامور دو كلوب ما كاش. لو كان جاو هاد 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 لي ريسبونسابل تاع مولوديا يحبوها كيما نحبوا حنا لو سامبل سيبورتور كان مولوديا راهي فوق، باسكو افيك لي ميليو دو سيبورتور افيك لي ميليو دو سيبورتور اللي كاين قادرين نديروا اون ايكيب ما تبانش هاد ليسبيرونس دو تونس. باسكو لي جوار اللي عندنا كاع باردين كاع يخلصوا كاع يدوا 200 مليون للشهر. لا لا كاين كاش جوار يدي تحت 200 مليون ما كاش كاع يدوا 200 مليون للشهر، علاش ما يلعبوش؟ بروبليم راهي في راو راهو او عقاب المولودية يمبونزينا بولحي يمبونزينا وشاوشي واش دار لهم خويا. شاوشي معليش راسو يابس معليش، بصح انسان صغير اسمحوا له سيد راهو عاقل. ما فهمناش الناس دارت اكثر من اللي دار شاوشي وسمحوا له. الجوار راهم مخصوصين في اللعب سيريو، ما راهم سيريو في اللاعبين هادو، راهم يخرطوهم في دراهم بيور دو، يعطوهم 200 مليون للشهر وما يبينش الباين تاعو باش يماركي. بروبليم لي جوار ما عندهمش القلب يا اخو، ماشي روندرينر
شاك فوا يبدلوا لونترينور يا خو راك فاهمني هادو ما ياكلوا في الدراهم تاع مولوديه لي جوار ما مش حابين يشمخوا تريكو ما مش حابين يلعبوا خذ جوار ما يلعبش مولوديه يلعب في الحراش يلعب بالاربعه يلعب بارتو هكذايا هم خالصين يا خو كاين لي جون هادي لي جون يجيبوا لنا تاع الملاير تاع زوج ملاير باش يدربوا معهم تشيبات حنا مولوديه تاع بكري الجوار هو اللي يغسل لي الكويسات هو يغسل تريكو هو يسيري الصباط هو يروح في الطروني دوك يجي يتكسل في الكار او في الاوتيل فلان يضرب بالبيفتا كل كوتليت والكروفات مولوديه المشكل تاعها صون اطراك يخطونا يا اخو مولوديه تاع الشعب تاع الزواوله الف الف احنا فريناها مع مولوديه فهمت كيف اللي ماشي قادر على مولوديه جبد روحه هذه يا اخو المشاكل اليوم في المولوديه خاطر كاين الناس خويا خاطيها كاع تسير تاع مولوديه ما تعرفش مولوديه ما عندهاش علاقه بالبالون منهم البريزيدون بوملا ما يعرفش كاع واش معناتها بالون جاي يحكم المولوديه يخلط بك قال لك جبت نواك لي زاتاكو هما لي ميليو تيران يا اخو وكاين ثاني دي جوار في المولوديه ما يحملوش يرفدوا تريكو خويا تريكو كبير عليهم بزاف بلا ما نجبد الاسماء تاع لي جوار مولوديه سيروهم لبرا راك فاهم ما يجيوش يجي ما يخليوش يخدم لي جا باغ اكزومبل جا قاسعد ما خلاوش يخدم يجي عمر غريب باخي بكري ما خلاوش يخدم يقول لك ماشي مليح او راح دوكا ولا الشعب يقول لك جيبونا عمر غريب الوضعيه تاع مولوديه الجزائر يا اخو احنا ما راناش راضيين بها 100% اداره لازم كاع تروح دقيقه اداره لازم كاع تروح خو سورتو لي جوار 220 مليون 250 مليون كل واحد شحال يخلص بزاف 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 عليهم خو ولا غير كانوا ما يعطونا حقنا يا اخو ماشي يعطوا حق الفارق يا اخو هذا الفارق عنده شهاده عنده كلش خو راك تشوف لي جان شتاو كاع جاو يا اخو على بالناش المشاكل يا اخو دوك اسكو مضربه تاع بافيمال يا اخو ولا ما ناش شايفين حنا ما عندنا حتى بروبليم في المولوديه بروبليم سي لو غونفلاج تاع لي باي جوار كان مع عمر العام اللي فات يدي يرحم باباك تاع 60 مليون كيما جا غباله ولا يدي 160 مليون كيفاش حبيتو يلعب ويخلص 3 4 مو افونس خلاص سي ما سي بون ليه يزيد يلعب كانوا هذو هما انصار مولوديه الجزائر اللي تكلموا بكل جراه وبكل حراره على الفريق تاعهم خاصه انهم انصار يعرفوا جيدا كره القدم وما يتقبلوش النتائج السلبيه لكن ايضا يعرفوا انه اللاعب لما يشمخ تريكو ولما يعطي كل ما عنده للفريق تاعو اكيد انهم يصفقوا لهم وهذا ما شفناه في الكثير من المرات لكن هما يدركون بانه التشكيله لا باس بها هناك بعض الامور اللي تحدث منا هي اللي خلات الفريق ربما ما يحققش الانطلاقه اللي كان يتمناها الان بعد ما شفنا ركن اللاعب رقم 12 كما عودناكم في كل مره في ركن المنصه الشرفيه نروح نزور فريق رئيس فريق او عضو من مجلس اداره مولوديه الجزائر وهو الشيء ربما اللي ما لقيناش في هذا الفريق تصوروا طيله اسبوع كامل وحنا نحاولوا نتصلوا باداره مولوديه الجزائر لكن لا حياه لمن تنادي وحتى نكونوا اكثر في الصوره الان قدامكم راح نسيو نتصلوا بالسيد بوملا رئيس مجلس الاداره لي كما نقولوا بالدرجه ديالكو طيله الاسبوع وراح تسمعوا بالك سي بوملا يرد لنا مباشره حيكون اتصال هاتفي لكن كما قلنا لكم انه